مرحبا بكم جديد. مواصلين إذن في حكايتنا لليلة ونشوفوا القصة المذهلة للدكتور جودار وعائلته. الدكتور جودار وعائلته اللي تشافوا آخر مرة وقت اللي خرجوا في رحلة بحرية نهار 1 سبتمبر 1999. كان المفروض نهار 5 يكونوا روحوا، لكن نهار 5 ما بشي تلقاه، كان الزورق متاع النجاة متاع البط متاعهم يتلقاه يتطلفح في وسط الماء يروحوا به بحارة. الشرطة كي حلت بحث في الموضوع باش تفهم لي جودار وماغيلان أمورهم مش ولا بد، واللي هما عندهم نبزيات. الشرطة باش تكتشف أنه جودار اكتشف نوع من العلاقة لمرته مع طبيب آخر. مش قلت لك راي أمورهم فيها نوع من البرود؟ والحقيقة الحكاية ترجع المدة توا أشهر، بما أنه ماغي إيلان تعتبر لرجلها اللي كان بخدمته في الكابينين تاعه في المداوات متاع المرضى، وبالتالي هي ضربها نوع من الاكتئاب. نتيجة لها الاكتئاب بتمشي لطبيب، طبيب نفساني. جاء طبيب نفساني داوي فيها، يا أخي هي تحت في حبك دربالي، ولا تحب الطبيب. المشكلة أنه هذه الكل قاعدة تكتب فيه هي في يعني يومياتها، عندها جندة تكتب فيها في يومياتها. سي اليوميات هذه القاهم جودار وقراهم، هو الحقيقة باش يكتشف أنه هالحب هذا هو من طرف واحد، وهي تكتبه هذا في كلامها، يعني هي تحبه الطبيب، أما هو قالها لا راك أنت مريضة عندي. تحب تعبر على هذا الحب اللي عندك، عبر عليه في الكتيبة فقط. لكن برا شوف شنو جاء وقتها في مخ جودار. اللي باش نفهمه أنه ليلة اللي باش يطلعوا في البط والجيران حكيوا على عركة صارت ما بيناتهم، وأنه من بعد فما كميات كبيرة متاع دم لقاوها الأمنيين في الدار وفي الكهرباء. الكهرباء اللي باش يلقاو فيها زادة كميات كبيرة تاع مورفين. الأمنيين حبوا يثبتوا خاطر بديت عندهم نظرية. بالنسبة ليهم إيف جودار قتل مرته وبعد هز جثتها في البطو وحب يتخلص منها في البطو، بدليل لقاو الدم في الكهرباء في الدار وفي الكهرباء. هذه النظرية اللي عملوها، لكن ما فما حتى شيء يثبتها، بخلاف أنهم سألوا الناس شفتوشي مدام ماغي إيلان طالعة في البطو؟ حد ما شافها، لا جماعة البرت لا الريس لا الكريل والبطو لا البوليس اللي حكينا عليه، حد ما شافها. الكلهم قلهم جوداغ اللي هي في البطو، أما هما حتى حد ما شافها. الأبحاث تواصلت واللغز ماشي ويكبر، خطر مش كان هي اختفت وبدأوا يفركسولها على جثتها، إنما العائلة الكل ريحتها ما فماش. الشرطة الفرنسية والقضاء الحقيقة في التتبع متاع هالقضية هذه، خطر تكتبت عليها برشا مقالات وتعملت عليها برامج، حطت كميات معتبرة من الإمكانيات. راهو متنساش، راهو ساعات نبدأ ننقدوا في كذا بحث كذا، راهو إذا كان الشرطة في أي بلاد ما عندهاش إمكانيات ما عندهاش فلوس باش تبحث، ما كيفاش تحبها تبحث. نعطيك مثال في هذه القضية، الشرطة وقت اللي بحثت في الموضوع جاوها إرشادات وتبليغات من أكثر من دولة في العالم يقولوا رانا شفنا إيف جودار في البطو متاعو. جاتهم تبليغات من بلجيكا،
جيتهم تبليغات من جنوب إفريقيا، وبالتالي كان لازم كل مرة أن نسيل القاضي يصحح الفريق المحقين إذن بمأمورية اللي بتخلصوا الدولة باش تبعث فريق المحقين الجنوب إفريقيا باش يتبعوا الخيط متاع إيف جودار وعائلته، وكلها طلعت خيوط فشوش حتى خيط فيهم ما يصلح. لكن ثم معطيات بدأت تظهر بشوية بشوية، كل شهرين ثلاثة، عام اثنين ثلاثة. منها مثلا جمجمة سيتم العثور عليها، الجمجمة اللي تلقات هي زادة في بطو كركارة، يصطاد بالكركارة هز جمجمة. الجمجمة بعد تحليلها تم اكتشاف أنها ترجع لكامي بنت إيف جودار اللي عمرها 6 سنين. زيد شوية وسيتم اكتشاف بحار واحد آخر باش يلقى هو زاد ساك ملوح فيه دبش ماري إيلين، ثم فيه الكارت بونكير امتاح. هذا الكل في الماء، ومن خلال التحاليل اكتشفت الشرطة انه هذا ما ينجمش يرجع لعام 99، خطر تلقاه سنين من بعد. راو كان جاي هذايا من عام 99 راي الكارتة ذابت وكلاها الماء، الكارتة والساك والدبش تلوحوا حديثا، وربما بالذمة باش يتلقاو. زيدك زيادة سنوات بعد هذا الاختفاء باش تلقى أعظم تاع فخذ، شفت تقريبا من أكبر العظم اللي عندنا في الهيكل العظمي بتاعنا، عظم تاع فخذ في البحر كيف باش يتم اكتشاف أنه العظم هذا يرجع لإيف جودار، الدكتور جودار. اكتشافات مذهلة كل مرة تصير من عام 99، كل عامين 3-4 تطلع فوفعة جديدة، منها اتصال من عند فاعل خير باش يتصل بالشرطة باش يقولهم انهم رامهمش يلوجوا في المكان الصحيح، وباش يدلهم على بلاصة يقولهم هي موجودة في الجبانة، وباش تلقاو غديك جثة ماري إيلين. والشرطة تتحول للجبانة وتلقى فعلا جثة سيدة، ولكنها ماهيش ماري إيلين، سيدة أخرى في جريمة أخرى. غريبة عجيبة قصة الدكتور جوداخ، ومن أغرب النقاط اللي فيها حسب المحقين بخلاف أنه ما لقاو حتى أثر الماري إيلين حتى شيء، وحتى أثر الماريوس ولد 4 سنين حتى شيء، وبخلاف أنه لليوم تقول الشرطة الفرنسية جيهم اتصالات وميلوات، هنا شفناهم في إسبانيا، هنا شفنا جودار في ألمانيا، هنا شفناه في سويسرا، أنا شفناه في دراوين. لليوم ما زالت تجي الإشعارات ولا أسطورة كوداخ والعائلة متاعه. قلت لك أغرب نقطة بالنسبة للشرطة أنهم ما لقاوش اليوت اليخت الشراعي، ما زالوا لليوم ما همش فاهمين كيفاش يخت شراعي بستة متر يختفي، ما يلقاوش منه كيكون هكا طرف لوح. عملوا الفرضيات الكل، غرق، هبطوا له فرق التفتيش في البحر، جربوا كل شيء بالبحث على التجهيزات الإلكترونية متاعه، عملوا كل شيء وما وصلوا لحتى شيء. ولليوم تبقى
قضية إيف غودار وعائلته من عام 99 من أكبر القضايا الغامضة والمقيدة ضد مجهول في فرنسا. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.